بسم الله الرحمن الرحيم. دي المحاضرة العاشرة في الـ Data Analytics بعنوان الـ Model Evaluation. أنا قلت أسجلها بس عشان فيها غلطة في مسائل الـ Similarity، فلما تيجي برضه الغلطة في الفيديو هقول عليها، فياريت يعني إيه تركزوا فيها. تمام، يلا نبدأ. أول حاجة يعني إيه Model Evaluation؟ Model Evaluation يعني إزاي أنا بتست الـ الموديل اللي انا عملته. مش احنا خدنا قبل كده كلاسيفيكيشن وريجريشن والتكنيكس دي كلها انا او طبقتها، انا بقى عايز اشوف ازاي انا هعمل لها تيست. اعمل لها تيست بقى بكذا طريقه، مش بس اكيورسي، مش بس بشوف سكوير ايرور، لا في طرق تانية ان انا بتست بيها ايه الموديل بتاعي. تمام، هو اصلا هنا بيقول لي ايه انواع الداتا بتاعتك. نوع الداتا بتاعتك اللي هي الترين داتا اللي احنا عارفينها، اللي هو انت بتدي الموديل، بتدي له الداتا، بتدي له الداتا العادية، بتدي له الكلاس. يعني ايه؟ يعني مثلا انت بتدي له مثلا الداتا بتاعت الكاستمر كلها، الجندر والسالري ومش عارف كذا وكذا وكذا وكذا، وفي الاخر بتدي له الكلاس معاك، مثلا هو هيشتري المنتج ده او ما اشترهوش او لا ما اشترهوش. تمام، فدي ايه تريننج داتا، بتدي الموديل كده. التست داتا، تست داتا دي اللي هو انت بتدي الموديل الداتا العادية من غير الكلاس، تقوم مخبي عنه الكلاس وتسيبه يبريدكت. تمام، ده اللي احنا عارفينه. في حاجة تانية اسمها فاليديشن داتا. فاليديشن داتا دي شبه التست داتا، بس هما هنا بتكون الداتا مختلفة شوية، ان هما بيركزوا على الحاجات الهايبر بارامتر هما بيدخلوها. يعني ايه؟ يعني هي هنا بتكون فائدتها الأساسية ان عشان تحسن الموديل بتاعي، عشان تحسن الموديل بتاعي، مش عشان احسن الموديل بتاعي كنت بفضل العب في البارامتر، اغيرها، انقص مثلا مش عارف الكي، مثلا في الكي ان ان مثلا اخليه ب3، مره اخليه ب4، مثلا اخلي الماكس ديبس مثلا في الديسيجن تري مثلا اخليه 5 ليفل. بس البارامترز اللي احنا كنا بنغيرها دي في الموديل. في الفاليديشن داتا دي بتبقى داتا مخصوص، برضه الموديل مش عارفها، بتست بيها الحاجات دي وبتعمل ايه، بتحسن البرفورمانس بتاعي. تمام، تمام. طب احنا بقى عشان نتست بقى، او عشان نشوف نعمل evaluation للريجريشن، هيكون عندنا تكنيكس والكلاسيفيكيشن تكنيكس والكلاسترنج. هيكون في تكنيكس، هتقول لي الكلاسترنج، كلاسترنج ليه evaluation؟ ده ما عندوش ليبل، ازاي تعمل له evaluation؟ هقول لك في الفيديو. تمام، ما تستعجلش. في حاجات ايه التكنيكس بستخدمها في ايه، في البروبابيليتي، وانا باخد السامبل وايه مثلا اخد ايه اللي اشتغل عليه وانا بعمل ترين، وايه اللي اشتغل وانا بعمل تيست، والحاجات دي ايه انا باخدها. دي بس انترودكشن يعني الحاجات اللي هتتاخد في المحاضره. اولا عشان تيست الريجريشن كلنا عارفين المين ابسولوت ايرور والمين سكوير ايرور. المين سكوير ايرور انت بتاخد بتاخد كل قيمه بريدكتد، تاخد كل قيمه بريدكتد مثلا قالها لك الموديل. ماشي، الموديل قال لك اللاين هنا. تمام، فانت تطرح القيمه البريدكتد، القيمه الحقيقيه، القيمه الحقيقيه دي اللي هي النقطه. تمام، تطرحها ماينس اللي قالها لك الموديل. مش الموديل قال لك على اللاين ده، الموديل قال لك على اللاين ده، تطرح دي البريدكتد من اللاين، من النقطه اللي على اللاين دي بس، يجي لك هنا ايه مقدار الايرور بتاعك. ماشي، فانت لما تفضل تجمع ده وتجيب السكوير عند كل مره، انت كده جبت ايه المين سكوير ايرور. طب لو ما خدتش السكوير خدت الابسوليوت، فانت كده ايه مين ابسوليوت ايرور. طب لو خدت الروت للمين سكوير ايرور، فبقت كده ايه root mean square error. تمام، يعني هي بس باخد ايه الروت بتاعها. ماشي، ده الايه الريجريشن، بسيط جدا وخدناه في ايه في محاضرتين قبل كده في الريجريشن. طب الكلاسيفيكيشن، الكلاسيفيكيشن في كذا ميجر بنستخدمهم، زي ايه؟ زي الاكيرسي، زي البريسيشن، زي السنسيتيفيتي، وزي الاف 1 سكور، وفي حاجات كتيره. وفي حاجه جديده ايه اسمها ار او سي. هناخد كل واحده ايه بالتفصيل، بالتفصيل الممل جدا يعني، مش ممل بس ايه في تفصيل. بس كنا واخدين حاجة قبل كده اسمها كونفيجن ماتريكس. كونفيجن ماتريكس دي اللي كنت بقيس بيها برضو ايه، بعمل ايفالويشن بيها، وهناخد شكلها تحت وهنراجع عليها تاني، ايه الترو بوزيتيف وايه الفولس بوزيتيف والكلام ده كله. نخش ايه في الموضوع على طول. ادي الكونفيجن ماتريكس. كونفيجن ماتريكس فيها ترو بوزيتيف والترو نيجاتيف والفولس بوزيتيف والفولس ايه نيجاتيف. طب ايه احنا عارفين الترو بوزيتيف ان هو انت اللي هو كان اكشوال صح، كان اكشوال صح وانت ايه عملت بريدكت الصح. تمام، دي اغلبنا عارفها. والترو نيجاتيف دي كانت برضه اكشوال نيجاتيف، اكشوال نو مثلا،
وانت بالديجنال، فانت كده تمام. دول ما عارفين ان هم على الديجنال، دول ايه الموديل طلعهم صح ماشي. طب الفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف، الفولس بوزيتيف دي ان الكلاسيفاير قال لك بوزيتيف وهي مش بوزيتيف، يعني تاخدها من اسمها فولس بوزيتيف. مين اللي قال؟ الموديل قال ايه؟ قال بوزيتيف بس هي فولس، تمام؟ يعني لما يقول لك فولس بوزيتيف، عشان ساعات بتيجي ديفينيشنز وكده في ام سي كيو، يقول لك مثلا مش عارف لما الموديل مثلا يقول ان هو هيشتري الكمبيوتر وهو مش هيشتريه، مش عارف هو قال كده والحقيقه مش كده، فبيقول لك مثلا اختار مثلا فولس بوزيتيف ولا فولس نيجاتيف ولا ترو بوزيتيف ترو نيجاتيف. فالحاجات دي بيلعب عليها، وخصوصا بيلعب على دي وعلى دي، تمام؟ فالفولس بوزيتيف، الفولس بوزيتيف ايه؟ ان بيكون الموديل بتاعي قال بوزيتيف وهي كقيمه حقيقيه مش بوزيتيف، تمام؟ طيب والنيجاتيف العكس، انت قلت ايه موديل؟ قلت نيجاتيف بس هي فولس ماشي. انت هو هنا قال نيجاتيف بس هي فولس، هي مش نيجاتيف، فانت خدها باسمها فولس بوزيتيف، يعني انت قلت بوزيتيف بس هي فولس. طب فولس نيجاتيف، الموديل قال فولس بس هي ايه؟ الموديل سوري قال نيجاتيف بس هي فولس ماشي، تمام. وهنا برضه بيشرح الايه كونفيجن ماتريكس تاني عملناها. طب الاكيورسي، الاكيورسي ايه هي؟ الاكيورسي اللي انت الموديل قال ايه صح، قال ايه صح. احنا كنا ايه كنا عاملينه الدياجونال، اللي بيقول على الدياجونال اللي هو مثلا قال دي بوزيتيف وهم كانوا اكشوال بوزيتيف، ولا دي نيجاتيف وهم كانوا ايه اكشوال ايه نيجاتيف، بقسم كل ده على التوتال، فانت كده جبت لي الايه، جبت لي الاكيورسي دي عارفينها، تمام. بس بيقول لك هل الاكيورسي كفايه؟ لا، الاكيورسي في ساعات مش بتبقى كفايه لما يكون عندي الكلاس مثلا مش بالانسد، يعني مثلا ايه انا الداتا بتاعتي مثلا فيها 100,000، 100,000 مثلا ماشي، ومتقسمه يس ونو، تمام. فعندي مثلا 90,000 يس و10,000 نو، فالداتا مش بالانسد في حته الكلاس بس، فالحته دي بتسبب لي ازمه في الاكيرسي، يعني بتخلي الاكيرسي ماشي مظبوط، بس بقى الحاجات التانية اللي بقيسها بتضرب مني بتقع، فدي بتحسسني ان الكلاس مش بالانسد، فانا ايه اعمل تشيك ان الكلاس بالانسد ولا لا. ما علينا، هو بس هنا بيفهمنا ان الاكيرسي مش دايما بتكون كافيه، لازم نستخدم الحاجات التانية زي السنسيتيفيتي، زي السبيسيفيتي، وزي الايه البريسيشن والريكول، هي السنسيتيفيتي ماشي، والحاجات التانية والاف وان سكور ماشي. خدهم واحده واحده. اول حاجه السنسيتيفيتي، السنسيتيفيتي انت قلت قد ايه ترو بوزيتيف، قلت قد ايه بوزيتيف من هما كانوا بوزيتيف، يعني انت قلت مثلا توقعت قد ايه يس مثلا، هما كانوا التوتال بقى كام يس، الاكشوال كام يس، تمام. فهي بتقيس الترو بوزيتيف على التوتال، على توتال الايه البوزيتيف بتاعك ماشي ماشي. طيب والسبيسيفيتي بتقيس انت، هي زيها بس من نيجاتيف، انت قلت قد ايه ترو نيجاتيف، يعني انت قلت قد ايه صح نيجاتيف، يعني عملت كلاسيفاي صح، ايه كانت اكشوال نيجاتيف وانت قلت نيجاتيف، من توتال القيم النيجاتيف اللي عندك اللي هي كاكشوال ايه نيجاتيف، تمام. ما نحاول بس ايه نركز على الحاجات دي ما نتلخبطش فيها ماشي. الريكول قلنا عندنا ايه، او السنسيتيفيتي قلنا نسألها ولا نشوف انت عملت بريدكت قد ايه ترو بوزيتيف ماشي، على التوتال بقى بتاع البوزيتيف كقيم اكشوال ماشي، تمام. طيب البريسيشن، البريسيشن انت انت ايه، انت عملت كلاسيفاي وعملت بريدكت، قلت قد ايه ترو بوزيتيف، يعني قلت قد ايه بوزيتيف وهم كانوا فعلا بوزيتيف، من كل اللي انت قلتهم، من كل اللي انت قلتهم، كل اللي انت عملت لهم بريدكت ان هم بوزيتيف. يعني ايه؟ يعني مثلا انت قلت، ناخدها بمثال عشان ايه سهل الدنيا، الترو بوزيتيف انت مثلا قلت 50 50 نيجاتيف وهم كانوا 50 نيجاتيف، 50 بوزيتيف قصدي سوري، 50 بوزيتيف وهم كانوا فعلا ايه بوزيتيف، تمام ماشي. لا ثانية، 5 معلش سوري سوري. البرسيشن، البرسيشن هو الركول، ناخد مثال عادي، ناخد على مثال عادي عشان التسجيل بس. البرسيشن انت قلت مثلا، انت كموديل تمام، انت قلت عندك في 500 بوزيتيف ماشي، قلت في 500 بوزيتيف تمام،
انت عملت بريدكت كده، قلت في 500 بوزيتيف، ماشي احنا شغالين على البوزيتيف، قلت في 500 تمام. هما بقى كان قيم، كان في منهم فعلا بوزيتيف 300 مثلا، ماشي كان في 300، يعني في 300 انت عملت لهم بريدكت صح، بس في 200 عملت لهم غلط. فهو بيقول ايه، انت قلت قد ايه ترو بوزيتيف، يعني انت قلت قد ايه صح من كل اللي انت قلته، يعني كل اللي انت عملت لهم بريدكت ان هم بوزيتيف تمام على 500 ماشي. طيب الريكول وايه الفرق ما بينهم؟ الريكول ده بيشوف القيم الاكشوال، يعني مثلا بيقول انت مثلا قلت ان في 50 بوزيتيف، انت توقعت كده وكانوا فعلا كده ماشي، انت قلت فعلا كده، قلت على 50 ترو بوزيتيف وهم كانوا 50 ترو بوزيتيف، بس كان في اصلا كقيم اكشوال كان في مثلا بتاع 500 او مثلا ايه 5000 مثلا، اي رقم 5000 بوزيتيف، دول كانوا كلهم بوزيتيف تمام، انت قلت منهم 50 بس ماشي. فدي احنا بنشوف القيم الاكشوال، هنا احنا بنشوف القيم اللي انت عملت لها ايه بريدكت تمام. ده الفرق بس ايه ما بينهم، ممكن ايه نركز عليه عشان ما تلخبطش. ال F1 score وال F major عموما هي زي كأنها بتجيب ال جيب بريسيشن والريكول دول، وتقعد تضربهم في بعض، تضربهم في اتنين وتقسمهم على مجموعهم، يعني كأنها بتجيب ميجر تاني زيهم يعني بالظبط، مفيش أي اختلاف ليهم يعني ماشي، بس هي بس تعمل عليها إيه عملية حسابية مش أكتر. تمام، بس هي بس عشان تعمل بالانس ما بين الإيه البريسيشن والريكول تمام. دي شوية حاجات تانية، السبيسيفتي احنا قلناها اللي هو ترو نيجاتيف على قد ايه قيم اكشوال نيجاتيف، السنسيتيفيتي قلناها برضه ترو بوزيتيف على قد ايه قيم بوزيتيف قيم اكشوال يعني تمام. والاكيرسي احنا عارفينها اللي هو الدياجونال على التوتال، الايرور اللي هو واحد ماينس الاكيرسي سيبنا التوتال واحد ماينس الاكيرسي. قلنا ايه تاني، قلنا مش البيسيشن بس قايلينها، الترو بوزيتيف من قد ايه حاجات انت عم تلعب بريدكت انها بوزيتيف ماشي. ال F1 سكور لسه ايه واخدينها برضه، ان هي بتحاول ايه تجيب مين وبتعمل بالانس للايه للبوزيشن والريكورد. دي بقى مثال، احنا مدينا ايه مثال كلاس يس وكلاس نو تمام، وهنا القيم البريدكت وهنا القيم الايه الاكشوال ماشي تمام. فعشان نحسب الاكيورسي فيشوف الدياجونال يجمعوا على بعض ويقسموا على التوتال، فجمع ايه 90 اللي هي الترو بوزيتيف وهنا الترو نيجاتيف على الايه وال 900 560 على الايه على التوتال اللي هو 10000 ماشي تمام. طلع له ايه 96% ماشي. عشان نحسب السنسيتيفيتي، ولا السنسيتيفيتي ايه هتقسم الترو بوزيتيف بتاعتك على ايه على كل القيم الايه الاكشوال بوزيتيف تمام ماشي. هنقسم هنا 90 نقسمه على ايه على كل القيم الاكشوال بوزيتيف، فتشوف ان احنا هنا ده الاكشوال. فبتمشي كده وبص، يعني اتعلم برضه تقرا الكريمشماتيك صح ما تلخبطش فيه. فانت هنا حاط مثلا اكشوال، فانت تمشي هنا تمشي كده تمشي مع الايه مع السهم ماشي. فانت تقسم على 300 تمام، طلعت لك 30% ماشي. دي حاجه وحشه بس ما علينا، ان احنا بنقيس بس. طيب السبيسيفتي دي مثال عليه برضه، ترو نيجاتيف، ترو نيجاتيف قد ايه 9560 زي الفل، على قد ايه القيم اكشوال نيجاتيف 9700 على 9700 اهي 93% ماشي. طيب بريسيشن، بريسيشن احنا قلنا ايه بيشوف انت قد ايه بوزيتيف اتر بوزيتيف عملت لهم كلاسيفاي صح على كل اللي انت قلته بوزيتيف، فيقسم ايه المفروض يقسم ايه يقسم 90 دي على كل اللي انت قلته بوزيتيف. فبص على البريدكت كل اللي انت قلته بوزيتيف اللي انت حاجات انت عملتها بريدكت تمام. فبص يبقى 90 على 90 بلس 140 اللي هي ايه ايه 90 على 90 بلس 140 طلعت كام 39% تمام. احنا ايه اتكلمنا فيها بما فيها الكفايه، نكمل كده خلصنا كونفيجن ماتريكس. نخش بقى على ار او سي، دي ممكن يكون حاجه جديده، بس احنا كنا بنعمل ايفالويشن للكلاسيفيكيشن حاجات ايه كلها ماس وبحسب والكلام ده كله، فعايزين نعمل حاجه تكون ايه بالفيجواليزيشن بس يعني تمام. هو هنا الكيرف ده بيقيس ايه، او الجراف ده بيقيس ايه؟ بيقيس عندي على الـ x axis و y axis، بيقيس حاجتين، بيقيس على الـ y axis الـ true positive rate. طب هو true positive rate انا كنت بقيسها بايه؟ كنت بقيسها بايه؟ كنت بقيسها بايه؟ كنت بقيسها بايه؟ هرجع
البوزيتيف ريت انا كنت بقيسها بالسنسيتيفيتي او الريكول اللي هي هي مش كنت بقيسها بالسنسيتيفيتي تمام. فدي كنت بقيس بجيب الريت بتاع الترو بوزيتيف تمام. فده بيحط على الواي اكسس ماشي زي الفل. فاحنا نعرف ان هنا هيكون في سنسيتيفيتي ماشي تمام. طب على الاكس اكسس، على الاكس اكسس الفولس بوزيتيف ريت، نطلع نشوف في حاجه بتقيس الفولس بوزيتيف ريت. لا احنا عندي حاجه بتقيس الترو نيجاتيف ريت. فانا لو جبت واحد ماينس ده، واحد ماينس السبيسيفيتي كده 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 كان كده كاني جبت الفولس ريت تمام. الفولس بوزيتيف ريت ماشي او فولس بوزيتيف ريت يساوي واحد ماينس الترو نيجاتيف ريت بس. فهو الجراف ده بيقيس لي على الواي اكسس السنسيتيفيتي، وعلى الواي وعلى الاكس اكسس بيقيس ايه؟ واحد ماينس السبيسيفيتي تمام؟ زي الفل. فبيقول لك هو بيحط لاين كده، لاين ده ايه؟ زي خط فاصل تمام؟ فبيقول لك لما بيكون الكيرف بتاعك بيبتدي على فوق، فانت كده عندك كده خلاص انت الدنيا ابتدت تظبط، وانت عندك الاكيرسي تمام، وعندك الايفاليوشن تمام. كل ما القيم بتقل فانت كده انت اصلا شغال بشكل راندوم، انت بتعك وبتهبد، انت كده شغال بشكل راندوم، وانت كده المود بتاعك غلط جدا كل ما بتقل تمام. فهو هنا عامل لنا هامنجر، لما بيزيد عن 5 من 10 فانت كده بيكون احسن. لما بتقل عن 5 من 10 اللي هي لما بتقل عن 5 من 10 فانت كده ايه؟ كده انت شغال بشكل راندوم ماشي؟ ماشي. ده الايه؟ الـ ROC، وهناخد برضه عليه مثال تحت ماشي. وهنا بيقول لك ان هو شغال على الترو بوزيتيف ريت اللي هي السنسيتيفيتي او الريكول، وعلى الفولس بوزيتيف ايه ريت. الدكتور كانت قايله في الفيديو مع السبيسيفيتي بس هي غلط، يعني مع واحد ماينس السبيسيفيتي تمام. بس مش دي غلط، انا كنت بقول عليه في الوطه لسه في المثال اللي قدام في سلايد يعني انا بنقولها تمام. بس وناخد المثال بقى. هنا مثال عندنا M1 وM2 تو موديل ماشي. فبيقول لك لما جه اشتغل عليهم، لان M1 لما جه رسم رسم يعني الجراف بتاعه مع الترو بوزيتيف ريت والفولس بوزيتيف ريت، لان M1 الشكل بتاعه كده وM2 الشكل بتاعه كده تمام. فبيقول لك ان M2 ده وحش يعني، وM1 احسن منه. ده هو كل اللي بيقوله هنا، بيقول لك ان M1 more accurate والكلام ده كله، و M2 ايه وحش تمام. وهنا بيقول لك الراندوم هنا ده بيقول اللاين ده، بيقول لك ان اي حد بيبقى واقف على اللاين ده او قريب منه انت كده بتبقى شغال بشكل راندوم. كل ما بتزيد فانت كده الدنيا ابتدت ايه تظبط معاك ماشي. ماشي، احنا كده خلصنا الريكريشن وخلصنا الكلاسيفيكيشن، ازاي نعمل لهم ايفالويشن. خدنا الريكريشن، خدنا المين ابسولوت ايرور، خدنا المين سكوير ايرور، خدنا الار مين سكوير ايرور اللي هو الروت يعني تمام. خدنا الكلاسيفيكيشن، خدنا الكونفوجن ماتريكس بكل حاجاتها بقى، سنسيتيفيتي وكنترول وسبيسيفيتي وكل الكلام ده كله واكيورسي. وخدنا ايه؟ وخدنا الار او سي اللي هو الايه بشكل جراف بشكل فيجواليزيشن تمام. الكلاسترنج، انت قلت لي الكلاسترنج ملوش ليبل، فدي مشكلته فعلا ان انت ما عندكش حاجه ليبل تقيس على اساس، انت مجرد بتعمل تشوف السيميلاريتي وتقيس وتعمل ايه جروبنج وكده تمام. فبيقول لك ان انت عندك طريقتين ان انت تعمل بيهم ايفالويشن للكلاستر، ان انت تحط ليبل من عندك دي حاجه اصلا مش منطقيه انها تتعمل اصلا، فدي ايه حاجه غلط مش منطقيه انها تحصل. وفي الحل التاني مش انت بتكون مقسم الداتا بتاعت الكلاسترز، يعني كلاستر 1 مثلا وكلاستر 2 تمام. فانت عشان تعرف ان انت عملت كلاستر بالطريقه صح، بتشوف قد ايه النقط بتاعتك دي اللي جوه كلاستر واحد قريبين من بعض، يعني كل ما قربوا من بعض فانت كده بقيت احسن كده، السيميلاريتي بتاعتهم زادت فانت تشوف كده احسن تمام. يعني بيشوف هما ايه كل ما النقط البوينت اللي في نفس في نفس الكلاستر قريبين من بعض كده بيبقى سيميلاريتي بشكل اكتر، سيميلار بشكل اكتر، سيميلاريتي عاليه، فانت كده ايه الدنيا تمام عندك في عملت كلاستر بشكل صح تمام. وفي حاجه تانية ان يعني انت تقيس البوينت بتاعتك ومع الايه مع البوينت اللي في كلاستر تاني، انت شوف انت والبوينت اللي في كلاستر تاني قد ايه مش شبه بعض. يعني هو عايز يوصل لايه برضه؟ عايز يخلي الداتا اللي كل اللي جوه كل كلاستر شبه بعض وقريبين من بعض، والداتا اللي بين الكلاستر والتاني تكون
شبه بعض، يعني بمعنى صح انت فصلتهم بشكل ايه قوي، يعني ما يكونش مثلا في كلاستر كده وكلاستر كده والداتا ايه داخله كده بشكل ايه عامله زي العينين كده، مش عارف شكل عام كده ليه، بس ايه قريبين من بعض بشكل اول، لا انت بتحاول تبعد ما بينهم على قد ما تقدر، تمام. فدي فكره الايه الحاجه اللي هنعمل بيها ايه ايفالويشن للايه للكلاستر، حاجه اسمها سيلويت كوفيشنت ده اللي هنستخدمه بنسال عليها. هنا بقى الحته بتاعت الغلطه اللي كنت بقول عليها في المساله دي، تمام. هو ده بيقيس ايه؟ بيقيس السيميلاريتي ما بين الداتا اللي جوه الكلاستر الواحد والديسيميلاريتي ما بين البوينت اللي في كلاستر وفي كلاستر تاني، تمام. فده اللي احنا عايزينه، عايزين ايه ان هي تظبط معانا، تمام. ففي عندنا القانون بتاعنا بيقول ان انا بجيب السميشن بتاع السامبل سي ده اس سي واقسمه على ايه، تمام. فانا عشان اجيب الاس سي ده عشان اقسمه على ان بيساوي ايه، بيساوي حاجه اسمها مي ماينس ايه على الماكسيمم ما بينهم، على اكبر قيمه ما بينهم ده او ده، بختاره اللي هو الكبير واقسم عليه، تمام. طب ايه البي وايه الايه؟ البي وايه الايه؟ البي دي غلطه، دي غلطه، تمام. ايه دي غلطه؟ الايه خلينا نكتبه بشكل صح، الايه هي المين ديستنس ما بين البوينت والبوينت اللي معاها في نفس الكلاستر. ال A هي المين ديستنس، يعني اجيب الافريج ديستنس ما بين البوينت وباقي البوينتس اللي معاها في ايه في نفس الكلاستر، تمام. تمام كده عرفنا ال A. طب وال B هو المين ديستنس او الافريج ديستنس ما بين بوينت والبوينت التانية، البوينتس التانية اللي في كلاستر تاني، اللي في كلاستر تاني، تمام. ماشي ماشي. فاحنا كده هنجيب ال B وهنجيب ال A. قلنا الايه ده الـ average distance ما بين الداتا البوينتس بعضها في نفس الكلاستر، والبي البوينت مع ايه ومع البوينتس التانية اللي في كلاستر تاني، تمام. تمام وكده هنجيبهم ونقسم على الماكسيمم ما بينهم، اي ده او ده اللي يطلع فيه ماكسيمم، وكده جبنا الاس سي، تمام. فلما نجيبه بقى ايه اللي هو اس سي، هنختصر الاسم البتاع ده سيلوت كوفيشنت، تمام. واللي يطلع نقسمه على ايه، على ايه، تمام. ماشي هنجيب السمشن يعني الاول. ماشي ناخد مثال بس بسيط. هو بس كان الغلط ان هي كانت السلايد ملخبطة، كان كاتبة ان البي هو كانت عكساهم يعني، تمام. بس لما نيجي نحل المسألة الدنيا هتظبط معانا، ماشي. تمام هو مديني مجموعة من البوينتس بي 1 وبي 2 وبي 3، مجموعة من البوينتس 4 بوينتس، وحاطط اتنين في كلاستر، يعني حاطط أول اتنين في كلاستر وتاني اتنين في كلاستر، تمام. فأنت عايز تجيب الإيه؟ السيلويد كوفيشنت، تمام. فأنت عشان تشتغل وتحسب بقى تعمل ايه، ولا هنشوف الاول نحسب الاي ونحسب البي. هنحسب الاي، هنمسك البوينت الاولى، هنشتغل على البوينت الاولى، ولا هنعمل على البوينت الاولى، هنعمل على البي البوينت الاولى، ماشي، اللي هي دي عايزين نشتغل عليه. فهتجيب الافريج ديستنس ما بينها وبين البوينتس اللي معاها في نفس الكلاستر، مين البوينتس اللي معاها في نفس الكلاستر؟ مفيش غيرها، وبي 2، تمام. فتحسب الايه الافريج ديستنس، تمام. فانت بي المسافه بينها وبين نفسها 0، ومسافة بينها وبين أختها بي تو دي 1/10، تمام. فاللي هو قسم 1/10 على إيه؟ على الإيه؟ على الواحد، تمام. تمام على واحد إن هو عشان أصلا عشان حاجة واحدة يعني، عشان هي بنت واحدة يعني، زيرو أصلا مش لازم، هو حسب مسافة بين 1 و 2 يعني، وقسم يعني على الواحد، ماشي. ده الأفريج، أوكي. طب البي، البي إحنا قلنا البوينت اللي هي بي 1 دي مع باقي البوينت اللي في كلاستر تاني، مين باقي البوينت اللي في كلاستر تاني؟ بي 3 وايه وبي 4، ماشي زي الفل لحد كده، تمام. عايزين نحسبها بقى، فهنشوف المسافه بين بي 1 وبي 3 ونجمعها على المسافه بين بي 1 وبي 4 ونقسم نجيب الافريج بتاعها. فالمسافه بين بي 1 وبي 3 كام؟ 65%، المسافه بين بي 1 وبي 4 55%، ماشي. جمعهم اصلا على الاثنين اللي هو 6/10، ماشي. فانا جبت ال A 1/10 وجبت ال B 6/10، انا عارف القانون بتاعه عشان نجيب ال S C اللي هو ايه، اللي هو باجي بطرح ال B ال B ماينس ال A، واللي بيطلع بقسمه على الماكسيمم ما بين الماكسيمم ما بين ال B او ال A. فال B ماينس ال A اللي هي 6/10 ماينس ال 1/10، تمام. واللي يطلع قسمت على الماكسيمم، مين اكبر واحد فيهم؟ اللي هو ال B، قسمت على 6/10 تلاقي ايه 83 113. كده انا خلصت اول بوينت، بس كده خلصت اول بوينت،
هعمل نفس الكلام على بوينت 2 بوينت 3 بوينت 4، لو عندي 20 بوينت هعمل عليهم نفس الكلام، في الاخر اجمعهم اجيب لهم السبمشن، في الاخر اجمعهم اجيب لهم السبمشن ماشي. بعد ما اجيب السبمشن اعمل ايه؟ اقوم اقسم على العدد، على عدد البوينتس ان ان يعني هنا اقسم على الاربعه تمام. يعني هو حسب بي 1 وبي 2 وبي 3 وبي 4 جاب لهم كوفيشنت بتاع كل واحده وجمعهم تمام، جاب السبمشن بعد كده قسم على الاربعه، فانت كده جبت الايه؟ السيلو كوفيشن يعني كاوفر اول يعني تمام. كده خلصنا الايه؟ الكلاسر تمام. الغلطة هنا بس برضه نأكد إن هي كانت الدكتور عكسهم، يعني كان كاتبة البي هو الـ distance ما بينك وبين نفس الكلاستر، والـ A العكس في أنت والبوينت اللي في الكلاستر تاني، وده غلط يعني. أنا كمان عملت سيرش على النت لقيت إن هي لأ، يعني هي الطريقة الأحلى بيها مسألة صح، بس اللي كاتبها هنا غلط ماشي. فأنت يعني تثبتها إن الـ A البوينت اللي معاك في نفس الكلاستر، والـ B البوينت اللي معاك إيه في كلاستر A، البوينت اللي في كلاستر مختلف ماشي. يعني نقولها كمان عشان اتلخبطت برضه، الـ A الـ A دي البوينت اللي معاك في نفس الكلاستر تمام، و B دي بوينت الـ A اللي بعيد عنك البعيدة، إيه B يعني بعيد، A يعني قريب، B يعني بعيد، B يعني بعيدة، فـ A البوينت اللي بعيدة إيه عنك في كلاستر تاني تمام. نخش على إيه؟ على الحاجات الـ probability اللي بنحبها. دي طرق بس بناخد بيها سامبل أو بنشتغل عليها. يعني ايه مثلا؟ انا عايز مثلا اخد سامبل، اخد حاجه اشتغل على ترين، ايه الحاجات اللي ممكن اخد بيها سامبل او الكلام ده كله؟ يعني هناخد ايه بالترتيب؟ عندنا حاجه اسمها كروس فاليديشن، مصطلح ممكن نكون سمعنا عنه قبل كده واكيد سمعنا عنه كده، بس ممكن نكون ناسيين. يعني ايه كروس فاليديشن؟ انا كنت وانا شغال على موديل كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل حاجه بسيطه، كنا نقسم الداتا بتاعتنا ترين وتيست. مثلا لو انا مثلا عندي داتا 500 مثلا، 500 رو مثلا، أكون مثلا مقسمه 80 ترين و20 تيست، يعني مثلا أخد 400 ترين و100 تيست ماشي تيست تمام. كنا شغالين كده، ده اللي هو الطبيعي. في حاجة اسمها كروس فاليديشن، كروس فاليديشن ده ما بيشتغلش كده. هو بيشتغل ازاي؟ يقول لك انت كل مرة لو انت مثلا عندك الداتا بتاعتك بتترين مثلا ب 80% فيها والتست بال 20% تمام، بعد كده تقوم مغير ال 80% انت كنت بتترين بيهم والتست ب 20% جداد خالص. يعني ايه مثال؟ يعني هو بيقسمها خمس اجزاء، بيقسم الداتا بتاعته خمس اجزاء. يعني ازاي؟ يعني نفترض ان الداتا بتاعتنا خمسة رو بس للتسهيل بس تمام. فاول مرة هياخد ايه؟ هياخد أول أربعة رو يترين بيهم، أول أربعة يترين بيهم، والواحد ده يتست بيه، الواحد هياخد يتست بيه، خلص؟ خلص. بعد كده يخش في الإتريشن التاني، ياخد أربعة تاني من الداتا بس غير دول، ماشي؟ ويتست بالخامس، كل مرة يشتغل بأربعة يترين بيهم ويتست بالخامس، كل مرة يشتغل بأربعة بيهم ويتست بالخامس. لو اديت مثلا 1000 اشتغل بأربعة، اشتغل بـ 80 مثلا في المية وتست بالباقي، على حسب النسبة، هو ما يعرفش النسبة، بس هو بيقسم أجزاء. بياخد اجزاء، الاجزاء دي اللي هو اسمها كي فولد، هو بيقسم عدد من الاجزاء، تقسم خمس اجزاء، تقسم 10 اجزاء، تقسمه زي ما تقسمه، وهو ايه؟ بيشتغل، بيتعامل، بياخد بيترين كل الاجزاء ما عدا جزء واحد، بيعمل تيست بيه تمام؟ تمام. طب احنا عشان نلاحظ ايه العيوب او نبقى فاهمينها ما نبقاش حافظين، احنا كنا قايلين بيشتغل ازاي؟ كل مره يفضل يعمل في اتريشنز، اتريشنز كتيره، كل مره يترين مثلا باربع اجزاء وتست بجزء، يترين باربع اجزاء وتست بجزء. فده ممكن يعمل ايه؟ ممكن يكون ميزه ايه؟ ميزته ان هو مثلا ممكن يكون يجيب حاجات قيم اكل احسن ويحسن الدنيا احسن في الاكيرس، ان هو بيترين كذا مره وبيغير الداتا بتاعته، ومره يتست بده مره يترين بده، فالدنيا زي الفل تمام. طب عيوبه ممكن تكون ايه؟ عيوبه ممكن اللي هي اصلا مش ممكن، هي في عيوب فعلا، ان هو بياخد وقت اكتر، هو بياخد وقت اكتر، ان هو انت بتفضل تعيد مثلا iterations، كل مره iteration جديده يبدل الموديل ويشتغل، كل مره iteration بعدها يبدل الموديل ويشتغل، iteration بعدها يبدل الموديل ويشتغل، فده عيب ايه؟ بس كده خدنا فكره الايه؟ الكروس فاليديشن والكيفولد اللي هي عدد الاجزاء اللي احنا ايه بنستخدمها تمام. في بقى طول ان انا باخد بيها السامبلنج، في طريقه اسمها السامبلنج وذ ريبليسمنت، اللي احنا خدناها قبل كده، اللي هو مثلا يكون عندك كور حمراء وكور خضراء وكور بيضاء مش عارف في صندوق، فانت خدت كورة حمراء
احتمالية انت تاخدها تمام دي اول مرة، بعد كده انت ترجعها تاني وايه واحتمالية بس ان انت تاخد كرة حمراء تاني تمام. ففكرتي يعني عموما انت بتاخد الحاجة اللي انت خدتها ممكن تاخدها تاني. طب ناخدها مثال بقى في الداتا سيمنا من الكور، انت مثلا خدت حاجة تترين بيها، جيت عايز تعمل ترين تاني وتخدت الداتا تاني اللي هو بتتكرر. زي ايه مثال عندنا كنا واخدين فاكرين الراندوم فورست، الراندوم فورست كنا قايلين ان احنا بنقسم الاجزاء بتاعتنا بشكل راندوم، واحد ياخد جزء، مش كنا قايلين ان ساعات الداتا تتكرر اللي هو فكرة الريبليسمنت. انت مثلا خدت رو معين بتاع الكاستمر اللي اسمه احمد، انا ممكن اخده برضه اللي هو الكاستمر اللي اسمه احمد اشتغل عليه برضه تمام. فدي الفكرة ايه بتاعت الويز ريبليسمنت تمام. تمام هنا بيشرح لي الكروس فاليديشن ميثود استراتيجي، يعني اللي مثلا لو عندي الكيب 10 اللي هو عدد الأجزاء اللي بستخدمه ببتدي أقسمهم وأترم تسعة مثلا منهم وتست واحد، أترم تسعة وتست واحد، أترم تسعة وتست واحد، وأفضل أعيد 10 مرات تمام. فدي مميزاته قلنا إن هو بيكون أكيوريت أحسن، وعيبها إن هو إيه ريبيتيشن عالية، وإنت بتاخد وقت أكتر، إن إنت إيه بتاخد وقت إيه أكتر، كل ما تزود الكيب بتاعتك كل ما الوقت بينزل. وهنا بديك مثال بس احنا قلنا مثال زي الفل اللي هو هنا 5 كل مرة يترم بخمسة، وتست يترم بأربعة وتست بخمس، كل مرة يترم بأربعة وتست بخمس تمام. في الآخر بياخد الإيه؟ الأفريج يعني تمام زي الفل. في حاجة عندنا اسمها موديل تيونينج، دي حاجة بتحسن البرفورمانس، يعني حاجات بتحسن البرفورمانس إن أنت بتغير في الهايبر بارامتر بتاعت الموديل. يعني إيه هايبر بارامتر؟ يعني إيه احسن الموديل بتاعي يعني هعمل ايه برضه. مش كنا مثلا لما نيجي نعمل الجوريزم مثلا زي الكي ان ان مثلا، مش كنا نتحكم في عدد الكي اللي هو ايه اقرب نيبرز بتاعتك، وبرضه كنا نتحكم مثلا انت تشتغل بالديستنس ولا تشتغل بايه. كنا بنبص برامتر لاي الجوريزم بنستخدمه، مثلا برضه السيون تري مش كنت مثلا بتقول مثلا الماكس ديبس مش عارف كذا لو عدد الليفلز بتاعك ما تعملش سبليت كتير عشان ما تخش مثلا في الاوفر فيتنج، حاجات احنا كنا بنتحكم فيها. طب كنا بنجيب القيم الصح ازاي؟ كنا نجرب تمام. فبيقولك ان انت بتقعد تجرب، ده الحاجات اللي انت بتقعد تجربها دي اسمها هايبر بارامتر، الحاجات البارامتر اللي انت بتبصيها للايه للالجوريزم تمام. تمام تمام زي الفل. بيقولك برضه زي مثال الكيمي اللي هو بتاع الكلستر، على الكيمي برضه اللي هو تقسم كام كلستر تمام ماشي. الهايبر بارامتر قلنا هي زي موديل زي بارامتر اللي احنا بنبصيها، ونفضل نجرب لحد ما نجيب الايه افضل اوبتيمال او افضل كومبينيشن ايه يحسن لي الاكيرسي ويحسن لي الايه الدنيا معايا تمام. وهنا برضو بشرح لي ايه اللي بعمله برضو قبل الموديل تريننج، ايه الموديل اختار مثلا، ايه الموديل اللي اختاره تمام، ايه الموديل اللي اختار مثلا، اختار اس في ام، اختار مش عارف موديل كذا، وايه الحاجات برضو الانبوت والاوتبوت بتاعي والداتا بتاعتي والكلام ده كله اللي هو ايه الكلام النظري، ايه الداتا اللي تشتغل عليها تعمل عليها تريننج، والداتا البارامتر اللي هبص عليها الداتا والكلام ده كله ماشي. نخش بقى في الحته بس بتاعت الهايبر بارامتر عشان مهمه تمام. الهايبر بارامتر لسه كنا بنقولها ان البارامتر انت بتبصيها. طب انت قلت انت بتقعد تجرب بايدك وتشوف هل مثلا جربت مثلا الكي مثلا بثلاثه لقيت الاكيرسي وحشه، جربت مثلا بخمسه الاكيرسي بتاعتي سنه، برضه انت مش عارف تقعد تجرب ده مفيش حاجه تقعد تجرب لي وتجيب لي نتائج صح ونتائج احسن. في حاجتين، في حاجه اسمها جريد سيرش وحاجه اسمها راندوم سيرش. هو عباره ان هو بيقعدوا يعملوا كومبينيشنز يجربوا ويعملوا ريتريشنز كتير ويجيبوا ايه احسن قيم، بيقعدوا يجربوا القيم دي مع دي، يعني مثلا يجرب الكي مش عارف بكذا، الكي مثلا بثلاثه مش عارف مع البارامتر التاني مع البارامتر التالت، يفضل يحط البارامتر مع بعض والقيم ويبتدي يجرب تمام. فالجريد سيرش هي بتجرب كل القيم كل الاحتمالات، فبتاخد وقت عالي جدا، فدي من عيوبها وهناخدها تحت. راندوم سيرش لا هو مش بيجرب كله، بياخد حاجات راندوم، ياخد مش عارف مره الكي ب 3 مره الكي ب 30 مره الكي مثلا ب 50 مره الكي ب 100، فبياخد حاجات راندوم. فده الفرق ما بينهم، بس الاثنين ايه بيجربوا تمام. تمام هناخد برضو حاجات بتاعت البايس فارينس هناخدها تحت، ليميت الاوفر فيتنج والاندر فيتنج تمام. بس هو هنا بيقول الهايبر تيوننج دي انت بتقعد تجرب تعمل ايفالويت، يبقى كده تعيد الكلام ده كله، تغير الهايبر بارامتر بتاعك، مش حاجه بعيد تجرب وتشوف الاكيرسي مثلا بتاعتك ازاي، بتعمل لها ايفالويشن اهو، بعد كده تغير الهايبر بارامتر تاني، بعد كده تعمل ايه تعملها تاني، بعد كده تشوف الايفالويشن، وهكذا تفضل تعيد وتجرب تمام. هو الفيديو يجري ولا ايه؟ لا
ده جري جامد أوي. تمام، قلنا برضو جريت سيرش ايه، نسرع شوية. الجريت سيرش بتاخد وقت ايه عالي، وقت عالي ان هي بتجرب كل الاحتمالات. الراندوم سيرش بتاخد ايه، بتاخد قيم راندوم، مش بتجرب كل حاجة. تمام، ودي احنا قلناها وقلنا كل حاجة فيها ماشي. بيقول لك بقى حاجة عندنا اسمها بايس او ايه وفاريانس. كنا واخدين اللي هو اللهم صل على النبي، الايرور بتاعنا بتاع الاوفر فيتنج والاندر فيتنج، وكنا واخدين مثال عليه. مثال ايه؟ مثلا ان هو الاندر فيتنج، انت الموديل بتاعك ما اتعلمش، انت الموديل بتاعك فضلت تدخله الداتا بتاعته ما اتعلمش، طلع حاجه وحشه جدا، ما التريم بتاعه غلط اصلا. الاوفر فيتنج هو حافظ الداتا بتاعتك مش قادر يتعامل مع اي داتا تانية، وجيب الداتا التانية بيكون الاكيرسي بتاعته وحشة والابلوشن بتاعه وحش جدا. قلنا زي مثال القطط، اللي هو انت اديته عدد صور من القطط كتير وخليته يحفظ تفاصيل زيادة عن المفروض يحفظها في القطط، اللي هو مثلا عوجة المناخير، الودان مش عارف جاية كده، البق مش عارف ماله في القطط دي مثلا، فهو يحفظها. يجيله صورة قط عادي ما يقدرش يعمل له ايه، قط عادي هو ما شافوش قبل كده، وما يقدرش يعمل له ايه بريدكت او يعمل له كلاسيفيكيشن صح، يقول لك مثلا ده مش قط مثلا. فده فكره الايه اوفر فيتنج. وقلنا المثال ده برضه في المحاضره قبل كده عشان ما نكررش. فهو هنا برضه بيعيد الاندر فيتنج، ان هو بيقول لك ان هو ما تدربش صح في التريننج والاكريسي بتاعته وحشه. الاوفر فيتنج اللي هو ايه، بيمشي على الداتا، بيمشي على الداتا، بيقعد يوصل بوينت بعدها بيمشي على ايه، على الداتا. الاندر فيتنج وعامل لاين كده، انت اصلا ما عملتش فيت للداتا اصلا ما اشتغلت عليه. تمام، بيقول لك لو جود فيت انت ايه، تحاول توازن ما بين الاثنين ماشي. فالاندر فيتنج هو بيقول لك ان هو انت ما اشتغلتش اصلا ماشي، بيقول لك انت المفروض تشتغل على بتاعك وتشوف هتعمل له ايه. الاوفر فيتنج بيقول لك بقى انت فضلت ايه، الموديل بتاعك كان كومبلكس جدا وال فيتشرز كتير، يعني الكولومز عدد الكولومز كتير انت بتشتغل عليها برضه، فده برضه ايه سبب الاوفر فيتنج. تمام، وقلنا برضه مثلا على الاوفر فيتنج، ناخد ازاي برضه مثال ازاي نحسن الاكيرسي بتاعتنا امبروفمنت. في طرق اسمها سامبل ميثود، دي احنا خدناها قبل كده، اللي هي طريقه اللي هي الراندوم فورست. الراندوم فورست كانت بتشتغل ازاي؟ كنا قايلين هي بتقسم التري اجزاء، مش بتاخد التري كقطعه واحده تشتغل عليها، هي بتقسم التري اجزاء. يعني مثلا تاخد التري تقسمها على 10 تري، وكل تري تجيب لها الناتج، تجيب لها ايه افريج مثلا، سوري تجيب لها بريدكشن. انا بحاول اسرع عشان اخد الفيديو. كنا قايلين ان الراندوم فورست تقسم مثلا 10 تري، وكل تري تجيب لها تعملها بريدكشن، وهي تاخد في الاخر الايه الافريج بتاعها. ده الفرق بينها من التسويق. ده مثال على الانسمبل ليرنينج. تمام، في الانسمبل ليرنينج انت مثلا تقسم حاجات سامبل، تبتدي تاخد الافريج بتاعها، تعملهم اجريجيشن. كنا واخدين برضه في ايه في الراندوم فورست كده في المحاضره التانيه. تمام، نخش بقى في المثال. هو هنا بيقول لك الباجنج، ان انت تاخد الافريج بتاع ايه كوليكشن من كلاسيفاير، ان انت تجمع المودلز مع بعض تاخد الايه الافريج بتاعهم. والبوستنج هناخد تحت، ناخد بس الباجنج تاني بشكل سريع، اللي هو احنا قلناها اللي هو ويز ريبليسمنت، لسه قايلينها اللي هو انت الداتا عندك ممكن تكرر هنا الكاستمر احمد ده الموديل ده هياخده والموديل ده هياخده، الاثنين هيشتغلوا عليه. هنا بيقول لك ان الداتا كده بتقسمها سامبل، وده بيشتغل عليه وده بيشتغل عليه. تمام، وهنا برضه بيوريك برضه بتشتغل ازاي. مميزاتها ان هي بتحسن الدنيا، اكيرسي احسن، وبتقلل احتمالات من الاوفر فيتنج. اكيرسي احسن عشان بتجرب تاخد براي كذا موديل، ما بتاخدش براي موديل واحد. بيقول لك ان هي بتقلل ايه الاوفر فيتنج، وبرضه كنا واخدين عيوبها قبل كده ان هي بتاخد ايه وقت اكبر. تمام، تمام، نخش بس في الايه في الراندوم فورست. اهو هو جاب الراندوم فورست ده مثال عليها. انت بيكون معاك الداتا كده، الداتا مثلا بشكل ايه زي الشكل اللي فات، تقدر تقسمها بقى على ده وعلى ده وعلى ده، وده يعمل لك تري وده يعمل لك تري وده يعمل لك تري. وبعد كده ايه تجيب الافريج منه ماشي. ماشي، طريقة البوستنج بقى ناخدها على مثال. البوستنج هي دي بس ناخدها على مثال. البوستنج مثلا انت اديت للموديل بتاعك داتا معينة، جيت لقيت مثلا في الداتا لما مثلا بيكون الداتا بشكل معين في الرو، الداتا فيها حاجة معينة، لقيته بيتوقع صح. يعني مثلا مثال، لقيت مثلا لما المسألة عندك بتزيد في الداتا بتاعتك، لقيت ان هو بيتوقع صح، فانت تقدر تدخلها له تاني، تخليه يترن عليها تاني، تفضل تعيد تعيد تعيد، تديله ايه الحاجات اللي غلط فيها دي، تديها ويت اعلى، تخليه يركز عليها اعلى، تديله ويت اعلى عشان ايه
يركز عليها. فدي فكرة البوستنج، انت الحاجة اللي هو بيعمل لها كلاسيفيكيشن غلط، بتزود الويت بتاعها. تمام، والحاجات اللي هو اصلا عملها صح تمام، فانت خلاص ممكن تقلل الويت بتاعها، تخليه ما يركزش عليها. زي الفل، ان هو كده خلاص اشتغل صح. تمام، وهنا برضو ايه شوية ايه مقدمة بس عليهم. لا برضه فكرة برضه بيقول لك ان الحاجات اللي انت عملت لها كلاسيفيكيشن غلط تبتدي تركز عليها اكتر وتزود الويت بتاعها. تمام، وبس بيقول لك بقى ايه ان ده عيوبه، بس ان هو ممكن يوديك الاوفر فيتنج، ان انت بتفضل ايه تدي تزود الويت، بتاع داتا معينة، فانت تركز عليها اكتر، فده ممكن يوديك لايه لفكرة الاوفر فيتنج. بس كده تمام، بس